السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في فيديو عن العربيات الكهربية اللي بجد تقدر تمشي في الشوارع بسرعات مناسبة ولمسافات محترمة وبشحن معتدل وسعر مناسب. هنتكلم عن السيارة الكهربية الروسية زيتا، وهنعمل مقارنة بسيطة بينها وبين السيارة الكهربية ايموشن الصينية المجمعة في مصنع 200 الحربي. كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية النقاب عن السيارة زيتا التي تعد أول سيارة روسية كهربائية. وتظهر السيارة الكهربية زيتا بثلاث أبواب ومقعدين، في حين تعتمد في دفعها على أربع محركات كهربية مركبة على سرة العجلات بقوة 18.1 كيلو واط لكل محرك. وبفضل هذه المحركات بتنطلق السيارة زيتا بسرعة قصوى 120 كيلومتر، في حين يبلغ مدى السير 200 كيلومتر بفضل البطارية سعة 10 كيلو وات ساعة اللي ممكن تتشحن في غضون 4 ساعات فقط بمصدر تيار 220. من المقرر أن يبدأ إنتاج السيارة بشكل قياسي في الربع الأول من العام القادم 2020، على أن يتم طرحها بسعر يبدأ من 6400 يورو، يعني 113920 جنيه مصري تقريباً، لتكون بحسب موقع موسكو تايمز أرخص عربية كهربائية في العالم. السؤال هنا، هل مصر ممكن تستورد السيارة زيتا؟ ولو استوردناها هتدخل بسعر كام؟ أنا شايف إن أرخص سيارة كهربائية في العالم وكمان روسية الصنع، طبعا كلنا عارفين يعني إيه روسية الصنع، يعني زي العربية اللادة مثلا، حديد وصناعة محترمة وتعيش وتستحمل. ولو هنقارن بين إمكانيات وسعر السيارة زيتا الروسية وبين السيارة ايموشن اللي أعلنوا عنها من أسبوع، مع كامل الاحترام للجهة المصنعة للسيارة وهي وزارة الإنتاج الحربي، لكن التجارة طبعا منافسة وليس فيها عواطف وإيموشنز. يعني هنقارن بين العربيتين مقارنة عادلة في كل حاجة. معلوماتنا عن السيارة ايموشن جايبينها من الدكتور ميشيل نايت، رئيس مجلس إدارة شركة IMUT، وده أحد العلماء المصريين في الخارج، شريك الإنتاج الحربي في تصنيع المركبات الكهربية والمسؤول عن السيارة الكهربية ايموشن، وتصريحاته موجودة في كل مواقع الإخبارية والجرائد، وشرح كل التفاصيل دي يوم الحفل اللي أقامته وزارة الإنتاج الحربي بمناسبة إطلاق السيارة الكهربية ايموشن. وكتير من الفنانين ركبوا السيارة زي الفنانة يسرى والفنانة نشوى مصطفى. المهم هنقارن بين مواصفات وإمكانيات وسعر، وفي الآخر هسيب لكم الرأي النهائي. بالنسبة للسرعة، السيارة زيتا بتوصل ل 120 كيلومتر في الساعة، السيارة ايموشن بتوصل ل 45 كيلومتر في الساعة. مدى السير، السيارة زيتا بتوصل ل 200 كيلومتر بشحنة واحدة، أما السيارة ايموشن فمنها نوعين، الأول من 60 إلى 100 كيلومتر بشحنة واحدة، والتاني من 120 إلى 150 كيلومتر بشحنة واحدة. ومش فاهم ليه برضو مفيش أرقام ثابتة ومحددة زي أي عربية، يعني ليه من إلى؟ أي شركة بتنتج عربية بيكون في أرقام محددة لكل حاجة، القدرة الحصانية والعزم والسرعة القصوى، يعني مفيش حاجة اسمها من إلى. ما علينا، بالنسبة للسعر، السيارة زيتا سعرها تحدد ب 6400 يورو، يعني 114000 جنيه مصري. أما السيارة ايموشن فبرضو مفيش حاجة محددة، الراجل قال سعرها من 78 إلى 125000 جنيه. بالنسبة لبلد المنشأ والصناعة، السيارة زيتا روسية الصنع 100%، أما السيارة ايموشن فهي صينية الصنع من شركة فوتون الصينية بتجميع مصري في مصنع 200 الحربي. بالنسبة للمواصفات، السيارة زيتا روسية بطاريتها سعة 10 كيلو وات، ويمكن شحنها في 4 ساعات فقط، ومتصلة بمصدر تيار كهربي 220. طول السيارة 3.35 متر، عرضها 1.27 متر، وارتفاعها 1.60 متر. السيارة ايموشن طولها 2.70 متر، عرضها 1.30 متر، ارتفاعها 1.50 متر. أما البيانات الخاصة بسعة البطارية ومدة الشحن بالنسبة لإيموشن محدش اتكلم عنها،
كل اللي اتكلم عن التكييف والكاميرا الخلفية والطارة المالتي فانكشنز. وفي النهاية أنا هسيب لكم الرأي الأخير، وأتمنى يكون الموضوع مفيد. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.